يعني الواحد امتى بيعرف ان دي بداية لمشكلة عنده؟ تمام. احنا لو اتكلمنا عن الالام البسيطه مثلا بسبب الام العضلات او الام مثلا الالتهابات او الخشونه، بتبقى الام موجوده في المكان نفسه في الظهر بس او في الرقبه بس، ودي بتبقى سهله يعني وبتتعالج بمضادات التهابات او العلاج الطبيعي. المشاكل الاكتر اللي احنا بنخاف منها اللي هو الانزلاق الغضروفي، والانزلاق الغضروفي ده بيبقى مراحل طبعا، ممكن يبقى مرحلة بسيطة قوي في الأول، مجرد بروز بسيط في الغضاريف، أو ممكن البروز ده يتطور ويكبر ويبقى بنسميه فتق في الغضروف، والغضروف يخرج من مكانه والقشرة الغضروف تتفتح ويخرج المادة اللي هي اللي يعتبر المادة اللي هي الزلالية أو مكون الغضروف من جوه، ويخرج يضغط على العصب. وده المسبب ليها ايه؟ ده يعني حاجات كتيرة احنا قلناها، من تاكل الغضروف ده او انزلاق، ممكن لو انا شلت تقيل مثلا بشكل مش صح، او مثلا انا عندي عضلات ضعيفة ووزن تقيل، ومع الوقت المجهود الزيادة تمام، او شخص اتعرض لحادث مثلا، الحاجات دي كلها ممكن تكون مسببة للغضروف القطنية يعني. اهم الاعراض اللي احنا بنخاف منها طبعا الالام الشديده اللي هي بتبقى موجوده مثلا في، لو اتكلمنا مثلا عن الفقرات القطنيه، بيبقى في اسفل الظهر الم شديد. الالم ده ممكن يسمع في الرجل من اول فوق لتحت، وده عرض بنسميه عرق النسا.